السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير شباب، كي دايرين؟ نتمنى انكم صباح الخير شباب وفتيات، لان ديما كنقول لك شباب. كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، اسعد الله صباحكم. دونك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله تعالى غادي نكملوا الفيديو اللي خدمناه واللي خدمنا فيه دالة لا جذرية. هاد الدالة هادي شفنا مجموعة التعريف ديالها، دومين دو ديفينيسيون، شفنا لا ليميت بلوس لانفيني، شفنا الفرع اللانهائي لا برونش انفيني، شفنا لا ديريفابيليتي ديالها في موان زان، قابليه الاشتقاق ديالها ا دووا دو موان زان، شفنا لي فاري سميتو لا ديريفابيليتي ديالها سور لانترفال موان زان بلوس لانفيني، وشفنا كذلك التغيرات ديالها، يعني حسبنا المشتقه ودرنا طابلو دو فاريسيون جدول التغيرات، ومن بعد شفنا كيفاش كنمثلو هاد الداله هادي. هادشي كله غادي تلقاه في صندوق الوصف لتحت، هبط لتحت غتلقى الجزء الاول والجزء الثاني. في هذا الفيديو هذا غادي نكملوا داكشي اللي وعدتكم به، يعني اننا غادي نخدموا السؤال اللي تبقى لنا اللي هو الوضع النسبي ديال في الاكس مع المستقيم ديال المعادله اي كتساوي اكس، وهذا السؤال كيكون في الوطني، غير الاختلاف فقط في الداله. الداله اللي كنخدموا في الوطني هما ماشي هاد لي فونكسيون اللي كنخدموا بهم دابا. ثم غادي نديروا متتاليه مرتبطه بداله، دونك هادشي كله ان شاء الله تعالى غنحاولوا نديروه في هذه الحصه هذه. دونك كيفاش غادي نبين ان اف اكس ناقص اكس كتساوي هذا التعبير هذا؟ تبع معايا وغادي تفهم. قلنا لدينا وغادي ندير اف اكس ناقص اكس، اف اكس ناقص اكس كتساوي ماذا؟ غادي نعوض اف اكس بالتعبير ديالها، اكس على 2 جذر اكس زائد 1 ناقص اكس. غتلاحظ معايا ان كاين عندي تعميل، يعني ممكن نكتبها هكا جذر اكس زائد 1 ناقص 1 على 2، وشنو غادي ندير؟ غادي نعمل اكس. مني جبنا هاد اكس هذا باش عملت، دونك عندي اكس هنا وعندي اكس هنا، عقلنا. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نوحد المقام، غتعطي لي اكس عامل، لان هنا الا لاحظتو كاين كسر موحد او مقام موحد، اكس زائد 1 2 في 1 2، دونك ناقص 2 على الكل على 2. شنو غتلاحظ؟ لاحظ معايا راه التعامل مع المرافقه والجذور راه حاجه بسيطه. اشنو بغاو هما وشنو عندي انا؟ ها هي 2 عندي، اكس عندي، ولكن لاحظ معايا انا عندي جذر اكس زائد 1 ناقص 2. هما شنو عندهم؟ عندهم جذر اكس زائد 1 زائد 2. باش كتفكرك انا عندي ناقص 2 هما عندهم زائد 2، فوالا المرافق. يعني راه من داكشي اللي بغاو في السؤال ممكن نعرف انا الطريقه اللي غادي نخدم بها. دونك هنا غادي ندير الضرب في المرافق، غتعطيني ممكن كاع على 2 نعاود نرجع لبلاصتها وحط بها المقام، غتعطيني جذر اكس زائد 1 ناقص 2، باش تبان لكم الفكره اللي كتساوي ماذا؟ اكس على 2 جذر اكس زائد 1 ناقص 2 في المرافق ديالها. شنو هو المرافق؟ هو جذر اكس زائد 1 زائد 2، وبما انني ضربت في المرافق دونك غادي نقسم عليه، مقسوم على جذر اكس زائد 1 زائد 2 تساوي اكس على 2. وهنا الدور المرافق هو ازاله الجذر، يعني غتعطيني متطابقه هامه، جذر اكس زائد 1 مربع ناقص 2 مربع مقسوم على جذر اكس زائد 1 زائد 2 تساوي ماذا؟ اكس على 2 عامل، هنا غيمشي اس مع الجذر، هنا ناقص 2 اس 2 يعني ناقص 4، على جذر اكس زائد 1 زائد 2 اللي غتعطينا اكس عامل اكس ناقص 3 على 2 عامل جذر اكس زائد 1 زائد 2، وهذه هي النتيجه اللي كنقلبوا عليها. اذا دونك pour tout x appartient à d de f fx moins x est égal x facteur x moins 3 sur 2 facteur racine x plus 1 plus plus 2. هذا هو التعبير ديال اف اكس ناقص اكس. شنو هو الهدف ديالنا منه؟ هو الهدف هو ندرسوا الوضع النسبي ديال السداسي مع المستقيم ديال المعادله
يجري كتساوي اكس. يعني باش ندرسوا هذا الوضع النسبه اش خصنا نديروا؟ دراسه اشاره الفرق. يعني الاشاره ديال هذا التعبير اللي كيكون عندي كندرسوا، يعني كندرسوا الاشاره ديال التعبير اللي كيكون عندي، اتفقنا؟ ولكن بدايه انا شنو خصني ندير؟ لدينا كيف ما درنا في الاشتقاق ملي بغينا ندرسوا الاشاره ديال داك التعبير اشنو درنا؟ درنا اف بريم اكس كتساوي صفر، يعني حتى هنا غنديروا لدينا اف ليكس ناقص اكس يساوي صفر، يكفي ماذا؟ هذا التعبير هذا كيساوي صفر، اكس عامل اكس ناقص ثلاثة على اثنان عامل جذر اكس زائد واحد زائد اثنان كيساوي صفر. قلت لكم ان المقام لا ينعدم، يعني غتعطيني اكس عامل اكس ناقص ثلاثة تساوي صفر، هذا كيعني ان اكس يساوي صفر، او لا اكس ناقص ثلاثة كتساوي صفر، حيت جدا المنعدم، قاعدة الجدا المنعدم كيعني ان اكس كيساوي صفر او اكس تساوي ثلاثة، اتفقنا؟ يعني ان اف لي اكس ناقص اكس هذا التعبير هذا كينعدم امتى؟ الا كان اكس كيساوي صفر واكس كيساوي ثلاثة، وهادو هما النقط ديال التقاطع، نقط التقاطع السيدويف مع داك المستقيم، مع المستقيم المنصف الاول للمستوى، المستقيم ديال المعادله اللي كتساوي اكس. ملي غادي نرسمو ديك لا دغوات داك المستقيم غنلقاو ان السيدويف، السيدويف غادي يقطعو في صفر، السيدويف غادي يقطع داك المستقيم في صفر وغادي يقطعو في النقطة، النقطة ثلاثة. نمشيو دابا ندرسو الوضع النسبي ديال السيدويف مع المستقيم ديال المعادلة اللي كتساوي اكس بدراسة إشارة. لاحظ معايا المقام هنا راه موجب، ياك المقام راه موجب، فقط غادي ندير جدول الإشارة ديال اكس عامل اكس ناقص ثلاثة. دونك الوضع النسبي للسيدويف، الوضع النسبي للسيدويف والمستقيم نسميه دي لا بوزيسيون غولاتيف دو سيدويف اي دي. دونك الوضع النسبي ديالهم غادي نشوفو شكون اللي كاين تحت شكون اللي كاين الفوق. اولا كيقول لك بين ان اف اكس ناقص ناقص اكس كبر من شي عام من صفر مثلا في واحد المجال معين، اولا صغر من صفر في واحد المجال معين، المهم على حسب السؤال اللي كيهمني. دابا نوريك كيفاش كندير جدول الاشاره. دونك عندي اكس، قلنا الاشاره ديال اف اكس ناقص اكس راه المقام راه موجب ياك، دونك انا كنت فقط اكس عامل اكس ناقص 3، هنا كندير اف اكس ناقص اكس، ثم هنا كندير الوضع النسبي لا بوزيسيون غولاتيف. الناس العربيه غتكتب الوضع النسبي لا بوزيسيون غولاتيف. اش غندير دابا؟ غادي اول حاجه قلت لكم دائما في اي جدول، اول حاجه في اي جدول سواء الوضع النسبي سواء المشتقه الاولى سواء المشتقه الثانيه، اول حاجه كتكتب الفوق هو هو مجموعه التعريف دومين دو ديفينيسيون موانز ان بلوس لانفيني، موانز ان بلوس لانفيني. من بعد كنزيد الارقام الجديده عندي، شنو هما الارقام الجديده؟ الارقام الجديده هما صفر وثلاثه، الحلول ديال هذه المعادله صفر وثلاثه. اكس عامل اكس ناقص 3 كينعدم في صفر، وقلنا كينعدم في 3. اكس عامل اكس ناقص 3 كيساوي صفر امتى؟ الا كان اكس كيساوي صفر او لا اكس كتساوي 3. بين داخل الجذرين شنو كنديروا؟ عكس اشاره، عكس اشاره ا. هذه الحدوديه هذه شنو هي؟ هذه الحدوديه غير باش نفهموا ديك عكس اشاره، هذه الحدوديه شنو هي؟ هي اكس اس 2 ناقص 3 اكس. شنو هي الاشاره اللي كاينه حدا اكس اس 2؟ اشاره موجبه، دونك هنا غندير سالب وعلى برا غندير موجب، صافي. دونك اف اكس ناقص اكس كياخذ نفس الاشارات، سالب موجب موجب. دونك هنا الوضع النسبي شنو كنقصدو بالوضع النسبي؟ واش السيدويف او دسو ولا او دسو ديال لا دغوات؟ يعني واش السيدويف فوق المستقيم او تحت المستقيم؟ تفادوا تكتبوا ديك فوق تحت فوق تحت، لا لا لا، اعطيه الوضع النسبي، قول لي السيدويف تحت المستقيم او فوق المستقيم، كمل الجمله ديالك. هادو تما فين كاين عدم هاد الفرق، هذا تما فين كاين عدم، هما لي بوين دانتيرسيكسيون، نقاط تقاطع ديالهم، نقاط التقاطع. دونك هنا عندي البلوس، شنو غندير؟
sud-est et au-dessus de دين. بالعربية سود-إف فوق المستقيم دين. هنا عندنا ناقص سود-إف au-dessous de دين. وتما عندي زايد سود-إف اي au-dessus la droite دين. بالنسبة لتما فين عندي صفر، عندي لي بوان دانتيرسيكسيون، نقاط التقاطع. دونك نديرو النقطة A ذات الإحداثيات صفر صفر، راه حسبنا الصورة ديالها صفر. بوان دانتيرسيكسيون، بوان دانتيرسيكسيون نقطة تقاطع. ثم ثلاثة، الصورة ديال ثلاثة على ما أعتقد كنا حسبناها، الصورة ديال ثلاثة غتعطينا، ما عقلتش أنا على الصورة ديال ثلاثة، تعطينا ثلاثة على جوج، فوالا تعطينا ثلاثة، الصورة ديال ثلاثة غتعطينا ثلاثة، حتى هي بوان دانتيرسيكسيون نقطة تقاطع ديالهم. دونك بهذه الطريقة الإخوان كندرسو الوضع النسبي ديال منحنى مع مستقيم، بهذه الطريقة كندرسو الوضع النسبي ديال منحنى مع مستقيم. دونك ندوزو دابا الأهم، يعني أهم فقرة، والفقرة اللي على ودها درت هذا التمرين هذا، هي الفقرة ديال المتتالية مرتبطة بدالة. غادي نشوفو كيفاش كتخدم هاد النوع ديال المتتاليات، كيفاش كيتخدمو، كيفاش كنخدمو داك الريكيرونس بدا الترجع، كنبينو ان هي محصورة ما بين عددين باستعمال الدالة، وكيفاش كنبينو ان المتتالية التناقصية التزايدية باستعمال الدالة، وفي النهاية كيفاش كنلقاو النهاية ديال هاد المتتالية. يعني عندي يو صفر كتساوي اثنان، يو ان زايد واحد كتساوي اف لي يو ان، بحيث ان ينتمي، ينتمي الى ان. السؤال الاول، السؤال الاول بالفرنسية، سوا يو ان سوا تديفيني با يو زيرو ايتيغال دو يو ان بلس ان ايتيغال اف يو ان تلك ان ابارتيان ان. بروميير كيستيون، مونتري كو، بين ان بور توت ان ابارتيان ان un entre 0 et 3، بين ان un محصوره ما بين 0 و 3 اكيد بالريكورونس بالترجع. غير هنا ما غاديش نخدمو الحاله الطبيعيه، الحاله العاديه ديال في دراسه، خصوصا دراسه الاشاره، خصوصا اللي بغيتي تبين un زائد 1 محصوره بين 0 و 3، واخا نكتبو بعدا البدايه من اجل ان تساوي 0 لدينا يو 0 كتساوي 2 pour ان égal 0 on a u0 est égal 2. وبما ان 2 محصوره ما بين 0 و 3 et puisque 2 entre 0 et 3 فان العباره صحيحه من اجل ان تساوي 0. alors la proposition، la proposition est vraie pour n égal 0. شنو غندير دابا؟ غنفيكسي العنصر اللي غنخدم به، سواء ليكون n من n، سواء n appartient à n. شنو غنفترض؟ نفترض ان on suppose que، شنو غنفترض؟ غنفترض ان ان محصورة ما بين صفر و تلاتة، وشنو غنبين؟ ولنبين ان اون مونتخ كو شنو غنبين؟ تخيل بيان، غنبين ان ان زايد واحد محصورة ما بين صفر و تلاتة. ولكن كيفاش نبينوها؟ ماشي بديك الطريقة ديال اللي نبين أولا أن ان زايد واحد صغر من ثلاثة، كبر من صفر، لا لا لا، هنا كنخدمو بالاستعانة بالدالة. شوف معايا، لدينا هنا طريقة واحدة أخرى. أشنو عندي أنا في الافتراض؟ أشنو عندي ملي كنقول لدينا؟ يعني عندي كمعطى، عندي ان محصورة ما بين صفر وثلاثة، ومن حقي نخليهم الدالة، من حقي نخليهم الدالة. يعني اف لصفر
بعدا باش نشوفوا الدالة ديالي، كي دايرة الدالة في المجال، في المجال 0 3، كي دايرة الدالة في المجال 0 3، فوالا تزايدية في المجال 0 3، تزايدية في المجال 0 3. رجع للطابلو دو فاريسيون اللي رسمتي، غتلقى ان الدالة تزايدية في المجال 0 3، اتفقنا؟ يعني ان اف لي صفر او لا اف لي ان يعني محصورة ما بين اف لي صفر و اف لي 3. الا كانت تناقصية راه الترتيب غيتغير. الا كانت تناقصية كدير، يعني الا كانت دير لا فونكسيون ديالك دي كروسون، كدير اف لي 3 هنا و اف لي 0 هنا، اف لي 3 اف لي 0 كتعكسهم. اما الا كانت تزايدية لا، كل واحد كيبقى بلاصتو. دوكا في ماذا؟ نمشيو نحسبوا الصورة ديال الصفر، حسبناها ديجا اللي هي تخي بيان صفر. وشنا هي اف لي يوان؟ اف لي يوان هي يوان زائد واحد. وشنا هي اف لي تلاتة؟ هي تلاتة. احنا بيناها بطريقة اللي هي بسيطة للغاية، ماشي شي حاجة اللي صعيبة أو معقدة أو اللي كتخلع، حيت ديما التلامذ كيقولوا بلي أن لا سويت إلا كانت مرتبطة بالفونكسيون راه شي حاجة مرعبة. لا لا لا، بالعكس، شي حاجة اللي هي بسيطة. اما راك انت غادي دير يوان زائد واحد ناقص ثلاثة، غتوحد المقام، غدرس الاشارة وشوف شحال ديال الخدمة خصك. هنا لا، كدير يوان محصور ما بين صفر وثلاثة، كتخليهم ديك اف، اف لي يوان محصور ما بين اف لي صفر اف لي ثلاثة، اذا يوان زائد واحد محصور ما بين صفر وثلاثة. هنا لان اف دالة، غير باش ندير واحد المشير هنا، اف دالة تزايدية غير باش تفهموها، على صفر ثلاثة، اف اي كروسونت سيغ لانتيغفال 0 3. بما ان بينا دابا نديرو كاع كوامين، يو ان زايد واحد محصورة ما بين صفر و تلاتة، ممكن كاع نديرو هنا غير استفزام ليه شكون دو. وبالتالي وحسب مبدأ الترجع، ان دو فوالا اي بار سويت par suite d'après le principe de récurrence, on a pour tout n appartient à n, un محصورة ما بين صفر و ثلاثة. un بعد الطريقة هذه باش كنبينو أن يان كبر من عدد أو محصور ما بين عددين. السؤال الثاني مرتبط برتابة المتتالية، واش المتتالية ديالي تناقصية ولا تزايدية؟ حنا غادي نشوفو. دونك السؤال الثاني، خدو هادشي هذا الله يرضي عليكم وخدموه مزيان. ملي غادي نديرو اللوغاريتم ني بيري والإكسبونونسيال، راه غادي نعاودو نذكرو بهاد الفقرة ديال متتالية مرتبطة بدالة. السؤال الثاني، بين أن المتتالية يوان تناقصية دو مونترون كو لا سويت يوان اي دي كروسونت. حتى هي ماشي شي حاجه اللي صعيبه، حتى هي ماشي شي حاجه اللي صعيبه او مستحيله، حاجه عاديه وغادي تخدمها ان شاء الله تعالى وما غاديش تغلط فيها. تبع معايا وغادي تفهم. سوا ان ابارتيان ليكن ان من ان، لدينا قلنا شنو غادي ندير؟ دائما متتالية باش درس الرتبة ديالها كدير يوان زايد واحد ناقص يوان، ولكن هنا ما عنديش التعبير ديال يوان زايد واحد، ولا عندي غير يوان زايد واحد كيساوي، هاي هو كيساوي اف لي يوان ناقص يوان. ولكن كيفاش ندرس هادي؟ واش موجبة ولا سالبة؟ مشكلة. دونك ما عارفينش، لأن نورمالمون كنا كنديرو كنعوضو يو ان زايد واحد بالتعبير ديالها، كنوحدو المقام، كنوحدو المقام وكندرسو الإشارة ديال داكشي اللي عندي. كان موجب كتكون كخواسون تزايدية، كان سالب كتكون ديك كخواسون تناقصية، ولكن هنا عندي اف لي يو ان ناقص يو ان،
شنو غادي ندير؟ ما عندناش شي طريقة مباشرة، ولكن غادي نوضحوا واحد السؤال خدمنا في الاول في الفيديو. شنو هو هذا السؤال؟ هذا داك الوضع النسبي ديال السي دو اف مع المستقيم ذو المعادلة كريك كتساوي اكس. رجعوا لديك رجع الفيديو الاول، شوف اشنا هي النتيجة اللي كنا لقيناها. لدينا لكل اكس من دي دو اف يا، ولكن انا ما كتهمنيش دي دو اف. شوف 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 الجدول، عندي ناقص واحد بلس لانفيني ياك، وعندي اف اكس ناقص اكس، وعندي صفر ثلاثة. كي دايره الاشارة هنا 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 كي دايره الاشارة ما بين صفر وثلاثة، فوالا سالبة. وعلى برا موجب انا ما كيهمنيش، حيت علاش؟ انا خدام في صفر ثلاثة. شوف معايا خدام في صفر ثلاثة، اشنا هي الاشارة ديال اف اكس ناقص اكس في المجال صفر ثلاثة؟ سالبة. اشنو غادي نقول لي؟ لكل اكس من المجال صفر ثلاثة اف اكس ناقص اكس اصغر من الصفر او يساوي المجال مغلق. باش غادي يفيدني هذا الشيء هذا؟ هي ها هو عندي اف اكس ناقص اكس اصغر من صفر. ومن بعد نتمنى تكون بعد ليك الفكره، اكس عدد. يعني اش كتقول لك الكتابه هذه؟ كتقول لك اي عدد، اي عدد محصور ما بين صفر وثلاثة الصوره ديالو ناقص ذاك العدد غيكون سالب. اي عدد كيفما كان نوعه. مزيان، واش يو ان عدد؟ عندك تقول لي لا يو ان راه متتاليه. لا لا، يو ان بلا اقواس هو عدد. غادي نقول لي هو يو ان كينتمي للمجال صفر ثلاثة. واش شكون اللي قال لي يو ان كينتمي للمجال صفر ثلاثة؟ ويلا بينتيها. ها هي يو ان محصور ما بين صفر وثلاثة، كتعني ان يو ان كاين في المجال صفر ثلاثة. هذا العدد هذا يعني حتى هو كيتعتبر من الاعداد اللي كاينه في صفر ثلاثة. وينطبق عليه ما ينطبق على اكس، ينطبق عليه ما ينطبق على اكس. اذا اف ديال هذا العدد هذا ناقص هذا العدد غتكون اصغر من الصفر. واش هو اف لي يوان ناقص يوان؟ هو يوان زائد واحد ناقص يوان. ومن يوان زائد واحد ناقص يوان اصغر من الصفر. بلاتي بلاتي نعاودو نعاودو، عندي ان بارتيان ياك، انت كتلميذ كتعرف ان الا بغيتي دير لا مونوتوني لا سويت الرتابات المتتاليه تبين واش تنقصي ولا تزيد، اش كدير؟ كدير ان زائد واحد ناقص يوان، وكنعوض ان زائد واحد بالتعبير ديالها، وكدير تحت المقام كدرس الاشاره وما الى ذلك. هنا ما محتاجش لهذا الشيء كله، كدير ان زائد واحد كتعوضها باش باف لي يوان. الا عندك التعبير كتعوض بالتعبير، ما عندكش عندك فقط اف لي يوان كتعوض بها. وشنو غادي دير؟ تخي بيان. دونك هنا غادي توظف، راه في الوطني بعض المرات كيقول لك يمكنك استعمال نتيجه السؤال، يعني كيقول لك رجع لذاك السؤال خذ ديك النتيجه اللي هي هذه ووظفها باش انك دير الرتابات المتتاليه. دونك شنو هو الدور ديال هذه النتيجه؟ فقط باش نوصل ان اف يو ان ناقص يو ان اصغر من الصفر. علاش؟ لان يو ان هو عدد، عدد من الاعداد اللي كاينه ما بين صفر وثلاثه، دونك ينطبق عليه ما ينطبق على اكس. صافي. ومن اي دونك دو صافي، ومن يو ان زائد واحد ناقص يو ان اصغر من الصفر، وبالتالي شنو كيعني هذا؟ يو ان متتالية تناقصية بار سويت بار سويت يو ان اي ديكروسونت. السؤال الموالي غيقول لك استنتج انها متقاربة. دونك كيفاش نستنتج انها متتالية متقاربة سويت كونفيرجونت؟ فقط عندك تقول لي ان بما ان يو ان تناقصيه ومحصوره ما بين صفر وثلاثه. لا 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 لا، ماشي بديك الطريقه. باش تكون متتاليه متقاربه خص تكون، الا كانت تناقصيه خص تكون صغيره، كانت تزايديه خص تكون مكبوره. يعني انا ما عندي غرض انك تقول لي او لا تقول لي محصور ما بين صفر وثلاثه، لا لا، قول لي انا غير واش مصغوره ولا مكبوره. هي راه محدوده بصفر وثلاثه، ولكن مكبوره بثلاثه ومصغوره بصفر، مصغوره بصفر ومكبوره بثلاثه. غادي نكتب لين بما ان يو ان متتاليه مصغوره
ب صفر وتناقصية فإنها متقاربة puisque un est minoré par zéro et décroissant, alors elle est convergente. Elle est convergente. من بعد اش كيقول لك السؤال الثالث والاخير، غيقول لك احسب لي النهايه ديال هذه المتتاليه، احسب لي النهايه ديال هذه المتتاليه. كاين اربعه لي كونديسيون خصو يتوفروا علينا، يتوفروا عندنا باش نقول ان نهايه المتتاليه هو حل للمعادله، باش نقول ان نهايه المتتاليه هو حل للمعادله. اربعه لي كونديسيون. دونك هنا وصلنا للاهم، وهذا الشيء كله درناه من اجل ان نحدد النهايه ديال هذه المتتاليه فقط. صح هذا. وناخذ السؤال رقم ثلاثة. ثلاثة يستنتج ليميت بلس لانفين ديال يو ان، أو لا وحسب ليميت بلس لانفين ديال يو ان، اون ديدوير لا ليميت دو ان دو يو ان لا سويت يو ان. شنو هما الشروط باش نهضروا على نهاية المتتالية معرفة بدالة؟ شنو هما لي كونديسيون؟ فوالا، دونك تكون اف دالة، تكون هاد الدالة اللي خدامين بها تكون متصلة، تكون كونتيني سيغ زيرو تخوا، لانتيغفال اللي خدامين فيه هو صفر تلاتة، تكون متصلة في هاد المجال صفر تلاتة، ايوا سير اف لي اي يكون ضمن اي، الحد اللوت المتتالية يكون كينتمي للمجال صفر تلاتة، ثم لا سويت ديالي تكون كونفيرجونت، المتتالية ديالي تكون متقاربة. دونك شنو هما لي كونديسيون؟ لدينا اف قابلة للاشتقاق على صفر ثلاثة. قلتي لينا السي حسن متصلة وانت ذاتي قابلة للاشتقاق، وهي حيت ما درسناش الاتصال. الا ما درستيش الاتصال ودرستي قابلة للاشتقاق، راه واحد قابلة للاشتقاق كتعطيك الاتصال، ولكن العكس غير صحيح. دونك هنا اف قابلة للاشتقاق على صفر ثلاثة، اذا اف متصلة على صفر ثلاثة، ضروري الاتصال. قلنا اف بالفرنسية اللي اخوان الناس اللي بيوف الله يرضي عليكم سمحوا لي، حيت كنطول على الكلام ديال الفيديو. قلنا اف اي ديريفابل سيغ زيرو تخوا، دونك اف اي كونتينيو سيغ زيرو تخوا، حيت كاينة لامبليكاسيون تما. و اف لي اي ضمن اي، اف لي كيساوي اي، هذا اللي هضرنا صورة المجال صفر ثلاثة هو المجال صفر ثلاثة. هذا الشرط الثاني. و يو صفر شحال كيساوي يو صفر؟ كتساوي اثنان، هذا كينتمي لي، هذا الشرط الثالث. وعندي لا سويت يو ان متقاربة، متقاربة اي يو ان كونفيرجونت، صافي كونفيرجونت. أربعة الشروط عندي، أربعة الشروط عندي من حقي نقول دابا. إذا نهاية المتتالية يو ان، نهاية المتتالية يو ان هي حل للمعادلة اف ل ال كتساوي ال، حيث ال ينتمي إلى ال. دونك لا ليميت de un et la solution de l'équation fl est égal à l tel que l appartient à i. صافي ربعات الشروط كنقولها للجمله هذه. اذا نهايه المتتاليه هي حل للمعادله اف ل كتساوي ال. عرفتي هذه المعادله راه حتى هي كنتي حليتيها قبل، غير ما كتردوش البال، ما كتعرفوش تستغلوا الاسئله باش انكم تسهلوا الجواب ديالكم. فين حلينا هذه المعادله؟ لدينا قلنا نحلوا دابا المعادله اف ل ال كتساوي ال، تكافي ماذا؟ ان اف ل ال ناقص ال كتساوي صفر. كتبناها هنا ملي درنا الوضع النسبي ديال في الاول الفيديو، ملي درنا الوضع النسبي ديال السي دو اف مع المستقيم ديال المعادله اللي كتساوي اكس، شنو حسبنا؟ حسبنا اف لي اكس ناقص اكس، درسنا ملي بغينا ندرسو الاشاره ديال اش درنا هنا، كتبنا هنا لتحت ان اف لي اكس ناقص اكس كتساوي صفر.
شنو كيعني؟ شنو كيعطينا هذا؟ شنو لقينا؟ لقينا ان اكس كيساوي صفر او لا اكس كيساوي 3. اذا ال كتساوي صفر او لا ال كتساوي 3. سينو راه غادي تعاود تكتب ثاني المعادله من جديد وتوحد المقام وتضرب تمر على والو. لا لا لا، راه هذا الشيء درتيه قبل، راه غير انتم ما كتردوا البال. شوف معايا، قلنا هادو هما حلول المعادله صفر و3، النهايات المتتاليه عندها نهايه واحده وواحده، وحده ماشي 10، وحده. وهنا خرجوا لي جوج صفر و3، والمشكل انهم كلهم كينتميو لي اي، حيت المجال اشنا هو صفر ثلاثة، يعني كلهم اعداد اللي كاينين في اي، ولكن واحد فيهم هو اللي كيتعتبر نهايه. واش ثلاثة ولا صفر؟ رد البال مزيان، واش ثلاثة ولا صفر؟ شوف واش تعرفوا هاد الشيء. واش ثلاثة ولا صفر؟ سير شوف معايا، اشنو هو العدد اللي خرج لك؟ نضرب خرجت لك ال كتساوي 3 و ال كتساوي صفر، ولكن اشنو هو الحد الاول في المتتالية؟ الحد الاول هو يو صفر كتساوي جوج، وقلنا المتتالية ديالي واش كتزايد في هذا المجال هذا، يعني واش غادي كطلع واش كخواصون واش تزايدية ولا تناقصية؟ فوالا تناقصية، يعني كاين في جوج. دابا حنا واش الداله، واش المتتاليه ديالي غطلع لثلاثه اولا غتهبط لصفر؟ بمعنى تنقص يعني اكيد غتهبط لصفر. لدينا ال ينتمي الى اي و يو ان تناقصيه ديكروسونت، اذا ال غيكون اش؟ غيكون صغر من يو صفر. ال غيكون صغر من يو صفر، ومن ال يساوي صفر بويسكو ال ابارتيان اي، بجوج بهم كينتميو ليا لي، ولكن عندي يو ان ديكروسونت. الا كانت ديكروسونت يعني ان النهايه غتكون اصغر من الحد الاول، ومن ال يساوي صفر. بهذه الطريقه باش كنحددو نهايات متتاليه مرتبطه بداله. نتمنى انكم تكونوا فاهمين هذا الشيء هذا وضبطينه مزيان، خدموه مره جوج ثلاثه، وغادي نلوح لكم تمرين اخر ان شاء الله تعالى في الجروب اللي غادي نخلي الرابط ديالها لتحت، تمرين اخر في متتاليه مرتبطه بداله. نتمنى حتى هو تخدموه وتصيفطوا لي الاجابات ديالكم. شكرا لكم، الى فيديو اخر ان شاء الله تعالى، وما تنساوش الله يرضي عليكم لايك سبسكرايب، يعني انك دير اشتراك في القناه باش يوصلك ديما الجديد، ثم انك تبارطاجي مع صحابك باش حتى هما يستافدوا، وما تكونش عندكم ديك الانانيه ديال نحتفظ بالمعلومه الراسيه. لا لا، بارطاجي مع الاخرين، والله عز وجل هو اللي كيرزق كل واحد، هو اللي كيعطي لكل واحد، هو اللي كينجح كل واحد. دونك شارك الفيديو مع الاخرين، ونتمنى انكم تخدموا هذا الشيء وتفهموا مزيان. شكرا لكم.